قابلة الكبار مع سامر خضر. كيف الكرت اللي بإيدك؟ ممتاز. طب هلأ عندي فكرة، دوري أنا ما بنسى. يلا نشوف. أنت بلشتيها بدوها يا ندو. طب والله عندي تركيبة بس خلاص راح تنحرق. لا مش معقول، عم بستنى أركبها عشان تعرفوا بس. أنت جماعة يعني الجرش. لأنك أنت غششتني وأنا ما بنسى بالشدة. طيب. فقررت أسبق عليك ولا ممتاز. أنا مخبيتها شوي كنت. ممتاز ممتاز يا ستة، فهمنا شيء. من هون اختارينا أيضا من الأسئلة. بختار واحد. واحد. البداية. عندما سئلتي لماذا لم تترشحي للمجلس 19 لهذه الانتخابات، قلتي تشاورت مع من يهمهم ذلك وامتنعت عن الترشح. تشاورت مع من يهمهم ذلك، مين يهمهم ذلك؟ مش عارفة من وين التصريح. أنا أخذه من أحد المواقع المعتبرة. يعني بصراحة كان قرار شخصي. هو شخصي ولا عائلي؟ لا شخصي صراحة، وكان قرار مر له شقين. شق جزء منه رغبتي في أنه أقضي وقت أطول مع أولادي في هاي المرحلة من عمرهم، لأنهم الآن في مرحلة يعني مرحلة الـ15 والـ13. عارفين على بطاقتك العائلية لو سمحت؟ أنا أم عمر. الله يخلي لك عمر وأخوان. عمر وهيثم، ما عندي إلا عمر وهيثم. الله يخلي لك. وزوجي دكتور علي الكايد، ويعني بحب الأسرة كثير. قوية بالبيت زي بالمجلس؟ أنا لا، ما أكل حقي بالبيت بس المهم المشاهدين يصدقوا. يعني أنت اللي بتزبطيهوش في البيت مش تزبطيه علينا، اللي مش زابط معاكي هناك. وأنا كمان إنسانة متعلقة بأهلي بصورة كبيرة، بوالدتي وخواتي وإخواني، وعنا علاقة عائلية قوية ما شاء الله. الله يسعدك. بدنا نحيي الدكتور الكايد. الله يسعدك علي الكايد. نعم. ونقول له كل التحيات وكل عام أنت بخير، أنت أبو عمر وهيثم وكل العائلة الكريمة. تسلم يا رب. والله يديم لك هذه النوارة، لأنه إحنا لما يكون عندنا سيدة أخت رجال أكيد أيضا سيكون امتدادها زوجها من خيرة الرجال، وأبنائها راح يكونوا فرسان في يوم من الأيام. والسبب الثاني أنه ما حسيت سبب سياسي، أنه لأنه القانون ما تغير حسيت أنه راح تكون المخرجات كثير مشابهة لمخرجات المجلس الماضي، ليس انتقاصاً من صورة أي مجلس، لأنه أنا بحترم قواعد اللعبة وأحترم أيضاً مخرجات الديمقراطية. ماذا تقصدي بقواعد اللعبة؟ يعني أنه في قانون انتخاب بتم يعني إقراره، حتى لو كان مثلاً في آخر قانون انتخاب كان إلي عليه 21 مقترح ما نجح منهن ولا مقترح، فمش كثير أنا راضي عنه، ولكن احترمت الديمقراطية وتصويت الأغلبية، وبالتالي عندما قررت أن أترشح ترشحت على هذا القانون، وهذا جزء من قواعد اللعبة السياسية. الأمر الثاني أنه حسيت بأنه البرلمان لن يكون هنالك في فرصة حقيقية لعمل جماعي حقيقي، وأنا بحكي بأنه إذا بدنا فعلا إصلاح، يعني دائما أفرق بين الديمقراطية الإجرائية وإحنا بارعين فيها بالأردن، وبين الديمقراطية الحقيقية وهي التي يعني تؤدي إلى وصول وحصول فعلا ناس معاهم عندهم خلفيات سياسية وبرلمانية وعندهم برنامج بيرغبوا بتطبيقه. طيب شو رأيك في المجلس الحالي؟ يعني مجلس لا زال في بداية عمره، عندهم خطوات جيدة ومحترمة. كثير أعجبت بطريقة إقرار الجلسات الرقابية في كل أسبوع، وهذا أمر كان أعطى زخم كبير. صح. وقدرة للنواب بأنهم يعبروا عن نفسهم وأيضا يتابعوا الدور الرقابي بصورة أفضل، ولكن لا زال مبكرا الحكم. هلا في صار جدل كبير جدا حول يعني الطريقة التي أتى فيها مجلس النواب وفي تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، ولكن باعتقادي بأنه إحنا بحاجة إلى الآن نستثمر هذا الوقت، وقت المجلس الحالي، بأنه نعمل حوار وطني حقيقي يؤدي إلى إنتاج يعني قوانين توافقية تخص أو ناظمة للحياة السياسية، وتحديداً الانتخاب
والأحزاب والإدارة المحلية. كأسئلة سريعة وإجابات سريعة، ما الذي يقلقك؟ يعني يقلقني الوضع الوبائي صراحة، بحس أنه إحنا ما أخذنا هذا الموضوع بالجدية أنا كبيرة. بس على الصعيد الشخصي، الصعيد الشخصي أي ذرة هواء بتمر من جنب أولادي بقلق. أنا أم يعني يمكن شوي عندي تعلق وعاطفة جياشة اتجاه عائلتي، فهذا على الصعيد الشخصي. لكن طبعا دائما بحكي بأنه الإيمان بالقضاء وبالقدر وبالله هو اللي بخلينا يمكن نخرج من بيوتنا ونسمح لأولادنا حتى بأنهم يمارسوا حياتهم. صحيح. شو المنطقة الآمنة في حياتك؟ بيتي، يعني بيتي هو المنطقة الآمنة اللي بحس فيها براحتي المطلقة، وبحس حالي قادرة على أن أكون على طبيعتي. إذا تقاطع شارعين على مساراتك الفكرية، شارع الوالد رحمة الله عليه، الله يرحمه، وشارع الزوج، في أي منطقة تضعي إشارة مرور قف ممنوع التجاوز؟ هدول الإشارتين وين بتحطيهم؟ يمكن أنا ما شبعتش من الوالد الله يرحمه كثيرا، عرفت عنه يمكن بمرحلة النضوج وسمعت عنه الكثير من الكلام الطيب، لكن بالتأكيد كل فتاة بها معجبة. ودائما يمكن أستاذ سامر في دورتي الأولى، لأنه الوالد الله يرحمه كان رئيس بلدية في منطقة سوف، في قرية سوف اللي أنا بنتمي إلها وبرجع لها في أصولي، كان رئيس بلدية، وكنت في الدورة الأولى. الناس ما تعرف وفاء كثيرا، ولكنها تعرف أنها ابنة فلان. فكان دائما يقولوا لي، وكان أبوهما صالحا. الله. لما أدخل عند الناس وأطلب دعمهم ووقوفهم إلى جانبي، كان حتى لإرث والدي وسمعته الطيبة كان أثر كبير. وهذا الأمر الذي أريد أيضا أبنائي إنهم يأخذوه من أبوهم ومني. منك الله يخليك. فإحنا يعني أنا أعتقد بأنه هذول الخطين دائما في دوار ما بيلتقوا على تقاطع. ماشي. شارع الزوج أنت بتقولي ممنوع التجاوز له أو عليه؟ ما بعرف ما بعرف، افهمي كما شئت. دائما ممنوع التجاوز ولو حدا يقرب لأبو عمر. غيورة كتير يعني. لا كتير، شو اللي يعني، واضح تماما. السؤال بيقول، لا أنا هذا السؤال بدي أجله لبعض الفاصل، لأنه هذا السؤال خطير وخطير جدا، اسمحوا لي أن يكون بعد الفاصل. هند، طاولة الكبار مع سامر خضر.